هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبيه سعاده السيد كوهيوم مو سفير جمهوريه كوريا لدى البحرين بمناسبه تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكه وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الكوري مسار علاقات الصداقه التي تربط بين البلدين وأكد سموه في ذات الوقت اهتمام البحرين بالارتقاء بأفاق التعاون والتنسيق مع كوريا في مختلف المجالات معربا أن سموه عن الارتياح للمراحل المتطورة التي وصلت إليها مستويات التعاون البحريني الكوري في المجالات المختلفة مؤكدا سموه على ما تشكله جمهورية كوريا من أهمية وما يشهده دورها من تعاظم في المشهد التجاري والاقتصادي العالمي واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الكوري التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد سموه على أهمية السعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لتنطلق التنمية بخطى واثقة لتحقيق تطلعات الشعوب هذا واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للسفير الكوري بانه سيلقى كل اشكال الدعم والاسناد الذي يسهل عمله الدبلوماسي دعما وتعزيزا لعلاقات الصداقه والتعاون البحريني الكوري. من جهته اكد السفير الكوري ان حكومه بلاده تنظر باعجاب للانجازات التي حققتها حكومه البحرين برئاسه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتعتز بالمواقف البحرينيه الداعمه لكوريا في مختلف المحافل الدوليه. وفيما هنا سفير وفيما هنا السفير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة تخرج حفيدة سموه شيخه عائشة بنت راشد الخليفة من أكاديمية سانت هيرتس الملكية كأول فتاة بحرينية تتخرج من هذه الأكاديمية العسكرية العريقة فقد أكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحظى بكل الاحترام والتقدير من قبل القيادة والحكومة الكورية